بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض ليسون جديد من ليسنس الكيمستري لاولى ثانوي ان شاء الله. النهارده هنتكلم مع بعض عن شابتر 2 يونت 2. كنا خلصنا شابتر 1 وخدنا فيه كذا درس. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن شابتر 2. شابتر 2 ما فيهوش دروس، يعني ما مش متقسم لليسونس يعني. فاحنا هنتكلم عن ليسون يعني هو عن الشابتر مره واحده. الشابتر بيتكلم عن حاجه اسمها كالكوليشن اوف كيميكال فورمولا. ده سهل جدا، وهو في الحقيقه اصلا يعني شابتر سهل جدا جدا، يعني انت مش محتاج ان انت تتعب فيه في المذاكره كتير. خلينا نبدا بقى مع بعض. احنا عرفنا ان اسم الشابتر كالكوليشن اوف كيميكال فورمولا. ايه القصة وايه الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه؟ انا واحد مديك معلومة ان اي مادة كيميائية لها تركيب. يعني انا لما اجي اقول لك مثلا الكربون دايكسايد، طيب الكربون دايكسايد ده ليه مركب كيميائي، ليه كيميكال ليه كيميكال فورمولا. لما بتيجي تعبر عن الكربون دايكسايد بتقول لي CO2، صح ولا لا؟ فانا لما بشوف CO2 دي فهمت على طول منها ان انت عندك ايه، ان انت عندك كربون واكسجين. حلو قوي، ده مبدئيا كده ده الفورمولا. خلاص، في بقى حاجه اسمها ماس برسنتج، وده الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه. ايه الماس برسنتج دي؟ فيجي يقول لك ايه، انا مثلا عملت مركب كيميائي، المركب الكيميائي ده بيتكون من اكس وواي. افهم القصه دي، بيتكون من اكس ومن واي. حطيت اكس على واي كون لي اكس واي، عادي خالص، معادله كيميائيه عاديه خالص. كان اللهم صل على النبي، الاكس ده ب 2 جرام وكان الواي مثلا ب 8 جرام. ركز معايا، فده ادانا كام؟ ادانا 10 جرام. يبقى نسبة الاكس كام في المية؟ عشان تعرف كام في المية، مش الاكس ده 2 جرام والمركب النهائي هو عاوز يعرف نسبة الاكس جوه الواي اكس ده بكام؟ مش في حاجة اسمها واي اكس؟ الواي اكس ده جيب نتيجة منين؟ جيب نتيجة الاكس مع الواي، صح ولا لا؟ طيب حطيت الاكس مع الواي كون لي الاكس واي. طيب كان الاكس كام جرام؟ كان الاكس 2 جرام. وكان الواي كام؟ كان 8. يعني العشرة دول، العشرة دول في من جواهم 2 تبع الاكس، صح، وفي جواهم 8 تبع الواي. لما اتحدوا ببعض كونوا لي العشرة جرام دول اللي هم الاكس واي، صح ولا لا؟ يبقى نسبة الاكس كام؟ نسبة الاكس 2 over 10، صح ولا لا؟ يبقى هو ده اللي احنا هيطلع هيطلع كام في المية؟ هيطلع بقى مثلا ايه، هنشوف، هيطلع 20% مثلا. ده باختصار اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. احنا بنتكلم عن ان في مركب اتكون نتيجه ان احنا حطينا حاجات على بعضها، وعاوزين نعرف النسبه المئويه البرسنتج للمكونات دي. فلما نروح للدرس بتاعنا، سوري، اين هو الدرس بتاعنا؟ بيقول لي هنا ايه، it is used in chemical calculation البرسنتج دي to calculate عشان نحسب the percentage، خلاص، عشان نحسب النسبة of each component، عشان نحسب الكومبوننت. طيب سيبك من الرياكشن، من المعادلة الأولى دي مالناش دعوة بيها دلوقتي. أنا عاوز experimentally، يعني بالتجارب، انا لو عاوز احسب الماس برسنتج اوف اليمنت سامبل، بجيب الماس اوف اليمنت ديفايدد الماس اوف سامبل. كلمه سامبل يعني ايه؟ يعني عينه. مش فاهم يا مستر، تعال انا افهمك الموضوع باكزامبل. ركز، يعني سيبك من المقدمه دي، خلينا في الاكزامبل على طول. انا بقول لك اكزامبل 1، 0.4 جرام اوف اكسجين، عندنا 0.4 جرام من الاكسجين combine with، اتحد مع او combine completely with 1.5 جرام من الزنك. يعني انا عندي مادتين دلوقتي، عندي الاكسجين وعندي الزنك، اتحدوا ببعض كونوا لي ايه؟ كونوا لي الزنك اوكسايد.
حلو قوي. يبقى انا دلوقتي عندي حاجه اسمها زنك اوكسيد. جه منين الزنك اوكسيد ده؟ ان الزنك اتحد مع الاكسجين، وكان الاكسجين كميته 0.4 وكان الزنك كميته 1.63. كالكوليت ذا ماس برسنتج اوف اتش 2 اليمنت. طيب هو عاوز يحسب بقى الماس برسنتج، ده اللي احنا ده الدرس بتاعنا النهارده. فانا هقول له الاول ان انا لما حطيت ال 0.4 على ال 1.63 كون لي الزنك اوكسيد. الزنك اوكسيد ده قد ايه؟ هيبقى مجموع ده بلس ده، صح ولا لا؟ يبقى الماس اوف سامبل، سامبل يعني عينه، سامبل اوف زنك اوكسيد، الماس بتاعت الزنك اوكسيد هتساوي ايه؟ هتساوي ال 0.4 مع مكوناته بقى. ما هو اتكون منين اصلا؟ ما اتكون من الاكسجين مع الزنك. الاكسجين كان 0.4 والزنك كان 0.1 او 1.63، حطينا الاثنين على بعض اللي هو كان مكوناته اصلا طلع بوينت ايه؟ 2.03 جرام. يبقى ال 2.03 ده اللي هو الزنك اوكسيد. عاوزين بقى نعرف نسبه الاكسجين كام ونسبه الزنك كام. طيب القانون عندك اهو بيقول لك الماس اوف الماس برسنتج اوف اليمنت ان سامبل ايكوال الماس اوف اليمنت ديفايدد الماس اوف سامبل. طيب يعني عاوز اعرف الماس برسنتج اوف زنك، خلاص هات الماس بتاعت الزنك ديفايدد الماس بتاعت السامبل. طيب يبقى الماس بتاعت الزنك ديفايدد الماس بتاعت السامبل تايم 100 يديك 80%. يبقى انا لما حطيت ده اللي هو ال 0.4 بلس ال 1.63 وعملنا زنك اوكسيد، نسبه الزنك اللي هي ال 1.63 دي طلعت 80%. ليه؟ لان احنا قلنا ال 1.63 على المجموع كله اللي هو 2.3 ادانا 80 او 80.3. طيب نسبه الاكسجين كام؟ خلاص خد الاكسجين ديفايد السامبل كلها، سهله جدا. كنت بتحسب بايه؟ بتحسب برسنتج يعني نسبه في المية. ناخد مساله كمان، كالكوليت ذا ماس برسنتج. كلمه ماس برسنتج يعني عاوز يعرف كل مكون من المكونات نسبته كام في المية. كل مكون في المكونات نسبته كام في المية. فهنروح الاول نحسب المادة بتاعتنا. هو بيقول لي calculate the mass percentage of components of potassium sulfate. ايه البوتاسيوم سلفيت ده؟ ال K2SO4. طيب ال K2SO4 ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على 2K، ما هم ال 2K هم، وبيحتوي على واحدة S، وبيحتوي على 4O، صح ولا لا؟ طيب هو ال K2SO4 ده اصلا هو ذات نفسه اللي هو السامبل، فاهمين الفكره؟ ما هو ده السامبل، ده العينه، ده الكميه كلها، ده الكميه الاصليه اصلا، ده النسبه الكبيره اللي بيحتوي على كل شيء. هنحسب الاول ده بكام؟ هنقول 2، هو مديني الارقام هنا ها بالطريقه اللي احنا عارفينها، هنجيب مولر ماس عادي خالص. يبقى 2 تايم 39 خلاص بلس 32 بلس 4 تايم 16. ليه تايم 16؟ لان الاو ب 16 وعملنا 4 تايم 16. طيب هنروح هنا الكي بكام؟ كميه الكي جوه البتاع ده، كميه الكي جوه المركب ده بكام؟ كميه الكي هم 2 كي، فهنعمل 2 تايم 39 بلس الاس هي واحده، ال 4 او ال 4 او دولت طلعوا بكام؟ طلعوا بالرقم ده. طيب يبقى الكي 2 اس او 4 ده وزنه 172 جرام، والكي اللي هو البوتاسيوم كميته جوه ده جوه ال 147 ده ب 78، والاس كميته 32، وال 4 او كميته 63. لو انت جمعت دول كلهم هيطلعوا لك بده، فاهم؟ انت فاهم اكيد الفكره اللي احنا عملناها يعني، او فاهم الفكره اللي احنا عملناها. وهنبتدي نجيب نسبه كل واحد في دول بالنسبه للاخ ده، فاهم الفكره؟ كام في الميه يعني؟ يعني ال 78 كام في الميه بالنسبه لده؟ ال 32 كام في الميه بالنسبه لده؟ ال 63 كام في الميه بالنسبه لده؟ هنروح نكتب القانون الاساسي اللي هو ماس برسنتج اللي هو اوف ان اليمنت بيساوي الماس اوف اليمنت ديفايد المولر ماس اوف كومباوند تايم 100. لازم تحفظ القانون ده خلاص. ونبتدي نحسب عادي خالص. هنقول ايه؟ هنقول ان الماس اوف كي ان K2SO4، هنقول طب الكي بكام؟ ب 78 divided ال K2SO4 اللي هو بكام؟ اللي هو ب 174 تايم 100 يطلع لي 44.83. وال S بنفس الطريقة وال O بنفس الطريقة، المفروض أنت لما تجمع دول كلهم يطلعوا 100%، فاهم؟ ولو عاوز تعبر كمان عنه بشكل بياني بيطلع بالشكل ده، ماشي؟ طبعا السميشن أهو بيطلع إيه؟ أو السم بتاعهم بيطلع 100%. حاجة سهلة جدا على فكرة. Example 3
جايب لي مركب. ما خلاص بقى الموضوع بقى سهل جدا، هو بيقول لي احسب لي الماس برسنتج، هروح احسب ده بكام، يبقى انا معايا ايه الكميه الكبيره كلها بكام، اللي هو الام جي اس او 4.7H2O، ده مركب كبير كده. لما حسبناه كله على بعضه طلع 246، وبدانا نحسب المكونات، هو في كام واحده ام جي؟ واحده. طب الواحده دي بكام؟ ب24. طب في كام واحده اس؟ واحده. طب الواحده دي بكام؟ بكذا. طب في كام واحده او؟ في اربعه هم وفي واحده اهي، سوري في اربعه هم اللي هو الاو 4 الاو 4 دول، وفي 7H2O، خد بالك ان هم 7، ففي 7O، في 7O هنا مش 7 بس، فانت عندك 7 وعندك 4 يبقوا 11، فاهم؟ 11O يتحط. والله العظيم مره كنت بشرح لواحد وفاكر ان دي 110، يا جماعه دي مش 110، دي 11O، 11 اوكسجين جاي من 7O هنا وجاي من 4O هنا. المهم دولت 7 تايم او 11 تايم ال 16 يطلع 176، وعندك 14 اتش. ايه 14 اتش جم منين؟ 7 سوري 7 اهم تايم ال 2 صح ولا لا؟ يطلع 14 ايه 14 جرام، لان كل واحده اصلا ب 1 جرام. حسبت الفورمولا الكبيره وحسبت كل واحده من دول بكام، هبتدي اخد كل واحد ديفايد ده تايم 100 وده ديفايد ده تايم 100 وده ديفايد عشان اجيب الايه، عشان اجيب البرسنتج النسبه بتاعته. اعتقد انتوا عارفين الكلام ده اصلا، مفيش اي مشكله فيه. وبعدين ده يطلع 9.8، ده يطلع ب 13، ده يطلع ب 71، ده يطلع ب 5، ونحسب الفورمولا. هو لو جه بقى في الامتحان وخدعني وقال لي طب بص المولر ماس بتاع الام جي اس او 4.7 اتش 2 او كله ب 246، لو قال لك احسب لي البرسنتج بتاعت الووتر بقى الميه، يبقى هتجيب كتله الووتر، هتشوف الووتر الكام، الووتر 7H2O، تشوف ال 7H2O دول بكام. ال 7H2O ب ال 126، تعمل 126 ديفايد الرقم الكبير جدا خلاص اللي هو 246، يطلع لك نسبه الميه كام في الميه، فاهم؟ ده سؤال على جنب كده. حلو، يعني فهمتوا الفكره اللي هي بتاعه البرسنتج، لان انا هاخد الجزء اللي بعد كده في الدرس في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. انا في الفيديو ده شرحت ايه؟ شرحت الفكره انك تجيب برسنتج بكل بساطه، هتشوف الجرامات بكام بتاعه كل واحد في المكونات، كل واحد في المكونات من جوه هو كام جرام بناء على الارقام اللي هو مديها لك، وتعمل الرقم ده ديفايد الرقم الكبير تايم 100 اكنك بتحسب نسبه في الميه خلاص، وتشتغل. وان شاء الله نتقابل باذن الله في البارت اللي جاي. في السؤال النهارده للفيديو، الموضوع سهل جدا. هناخد ان شاء الله البارت اللي جاي، بارت مهم جدا. بتمنى لكم باذن الله كل التوفيق. كنت معكم مستر احمد الباشا، باي باي.